بسرعة يا شيف، بص الشوكليت حضرتك، والنضام ادي هيبقى شوكولاته ازاي؟ النضام اهو، بكام بيضة؟ البيض، قول لنا البيض سبع المقادير. بيضات، مقادير يا شيف. سبع بيضات، 200 جرام سكر، 200 جرام شوكولاتة، بيتحطوا لوحديهم طبعا، 200 شوكولاتة شوكولاتة، سايحة يعني، شوكولاتة و200 سايحة، جرام و200 زبدة، جرام زبدة، وسبع بيضات، وسبع بيضات، ومعلقتين فانيلا، شوية فانيليا عشان و150 البيض. جرام لا دقيق، عندها بس حضرتك ادي الفانيليا وآيس كريم بقى للتقديم. بالظبط كده، من غير ما بس انت دلوقتي حطيت السبع بيضات والفانيليا طبعا عليها، دول اللي اتحطوا لوحديهم، دول بيتضربوا الاول لوحديهم كده، اللي هو ايه؟ قولها لنا ايه اللي الزبده بتضربه. مع الشوكولاته السايحه، زبده مع شوكولاته سايحه والسكر. لا السكر السكر بيتضرب مع مع البيض. اوكي، مع البيض، انا اتلخبطت، ده بيتضرب لوحده كده، ده سكر وبيض سكر وفانيليا. وبيض وفانيليا. والتشوكلت ضربتها مع زبده، الشوكولاته مع الزبده، والسكر مع البيض. والدقيق. الاكله دي بتطلع تمام. وارم، بتطلع سخنه، طبعا تطلع عليها من ايس الفرن، كريم. يطلع عليها ايس كريم على طول. احنا قاعدين اول مستنيين. مره اعرف جاهز ان بتبقى بيض كامل، انا فاكره انه بياض بيض بس. لا لا، دي في حاجات ننزل بياض بيهم بيض على بس. بعض كده. المارينج. المارينج، لا لا، المارينج المارينج وفي كمان بياض بيض وسكر. الموس، الكريم بروليه برضو بيبقى، والموس برضو بيبقى فاكراه، بياض بيض بيبقى موس شوكولاته. انا بحب الكريم بيدي برضه. طيب دي عليه، طب هات لنا انت بقى دي بيدخل الفرن يا شيف قد ايه؟ بيدخل الفرن سبع دقائق بالظبط، على سبع درجه، دقائق على درجه 180 درجه. انت خلطت كل الحاجات مع بعض، انا وادي شكل دي الكب لما بس الاول ده بعد ما اتعمل اهو، هتحصل دلوقتي عامله ايه؟ احنا الاثنين بقى فوق الايس كريم. طب صور كده هتبقى عامله ازاي؟ سي بي سي كاتب الشوكولاته. قلت كام دقيقه في الفرن؟ سبع دقائق. سبع دقائق في الفرن بس، اكتر من كده تعبى في الفرن زي ديت، بتديني زبده ودقيق عشان ما تلزقش. نرجع بنبطن القالب وبنقدمها بالشكل ده. شيف كده. محمود العجمي، شرفتنا وعملت ثلاث قطع احلى من بعض بجد.